دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرات والوزراء، المحافظين والسيدة المحافظ، الحضور الكريم من كل محافظات مصر، دكتور محمود محي الدين، تحية كبيرة، أسعد الله صباحكم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لفخر كبير أن أشهد بينكم اليوم فعاليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. تلك المبادرة المتميزة والرائدة في مجالات هامة وملحة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أثار تغير المناخ وتنفيذ التحول الرقمي، ونحن على أعتاب استضافة مصر لقمة المناخ 27 بشرم الشيخ. واسمحوا لي أن أستهل كلمتي بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، وذلك تأكيداً على نهج الدولة المصرية في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية، وإيماناً بأهمية الدور التي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المناخ. وأتقدم بكل التحية والتقدير إلى الدكتور محمود محي الدين على مبادرته المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم، والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء ذكية على أرض الواقع، وتخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الستة، والإضافة معيار خاص بتمكين التمكين وتكافؤ الفرص ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. وكل الشكر والتقدير أيضاً للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس في هذه المبادرة وفي جميع مجالات والملفات ذات الصلة، وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية. وخالص الشكر والتقدير للسيد السفير هشام بدر منسق المبادرة وفريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمه الدائم أيضاً للمجلس منذ إطلاق المبادرة. السيدات والسادة، لقد ارتكزت جهود المجلس القومي للمرأة منذ إطلاق المبادرة بصورة أساسية على التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ، حيث عقد المجلس لقاءات بمقررات الفروع بالمحافظات على مع مسؤولي المبادرة بالدولة، تلتها لقاءات مع مشرفي المحافظات لتعريفهن بأهمية دور المرأة في مواجهة تغير المناخ وبالطرح الدولي لمصر حول هذا الملف، والذي تم عرضه خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي عقدت في مارس الماضي، وكان موضوعها الرئيسي هو قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة. وقد تضمن طرح مصر الدولي 7 ركائز أساسية تمثلت في العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فعالية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مرحلة الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعية الصحية والاجتماعية والتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي. كما ارتكزت جهود المجلس القومي للمرأة على نشر الوعي بأهمية تحقيق الانتقال البيئي العادل وبقدرات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع وبتعميم هذه المعلومات بالمحافظات. وأؤكد أن مقررات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية قد لعبن دوراً هاماً وفاعلاً في نشر الوعي بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ وبالمبادرة وشروطها ومعاييرها لنقلها للسيدات وتشجيعهن على المشاركة والتنافس لتقديم مشروعات هامة خاصة بالمرأة مستوفية للشروط الأساسية بكونها خضراء وذكية. واسمحوا لي في هذا السياق بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المحافظين والسيدة المحافظ على ما قدموه من دعم لمقررات فروع المجلس بمحافظات الجمهورية منذ إطلاق المبادرة. كما أتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير لمقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات على جهودهن الاحترافية الكبيرة في التوعية بتلك القضية الهامة في خلال الفترة الماضية. الحضور الكريم، في سياق إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية
أود الإشادة بالمشروعات التي تقدمت بها المرأة خلال هذه المبادرة، سواء التي فازت أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز، وبمستواها المتميز لأنها أثبتت مدى وعي المرأة بأساليب مواجهة تداعيات المناخ عبر حلول مبتكرة وخضراء وذكية، لنبعث للعالم رسالة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بأن المرأة المصرية قادرة ومؤهلة وتعمل بالفعل على مواجهة هذه الأزمة بحلول مبتكرة منفذة بالعمل على أرض الواقع، وإنها مشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما أفخر بأن تكون مشروعات المرأة جزءاً من خريطة المشروعات الذكية على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم جذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج. وفي الختام أؤكد بالغ سعادتي لما لمسته من وعي المرأة المصرية واهتمامها وحرصها على أن تكون عنصر فاعل ضمن جهود الدولة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وهذا يؤكد إشراك المرأة أهمية إشراك المرأة باعتبارها محرك رئيسي لجميع مراحل الجهود المبذولة لمواجهة تلك القضية. وأتمنى كل النجاح والتوفيق للمبادرة في الأعوام القادمة، ودائماً حلول مصرية لمستقبل مستدام بإذن الله. شكراً دولة الرئيس.